إكسبريسو كما قلت لكم مع سي عمر الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسة تكوين في السياقة والسلامة المرورية. مهم ياسر علاش إضراب اليوم في قطاع تكوين السواق؟ ناخذ التفاصيل مع سي عمر الفتوي. صباح النور، مرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام. صباح الخير وصباح الخير لكل مستمعي اكسبريس اف ام. مرحبا بك سي عمر. الإضراب اليوم علاش؟ شوف الناس، بالله الصوت يرجع لي شويه، ثم يكون انا ما عنديش لا راديو لا حتى، حاولوا تقنيين يصلحوا لنا شويه، الله يبارك لك. احنا نسمع فيك قاعد يرجع لي بارفيتمون، الصوت. نسمع فيك بارفيتمون. احنا في المباشر تحب نعاودوا نجربوا نعاودوا نتصلوا؟ مش مشكل، المهم انت والساده المستمعين اسمعوني بالباقي. هي ياسر سي بارفي نت. شوف اضراب اليوم، احنا ديجا واجهنا الاداره العامه للنقل البري وزاره النقل والأخيان الكل والناس الكل والمتداخلين الكل في موضوع الغاز بتروليتان. الناس الكل تعرف. شوف احنا الاشكال وين؟ السادة السيد الوزير ثم مذكرة عدد 19 اللي هي نعديه الفيزيتا نتاع السيارات بالغاز، بالتجهيزات اللي موجودة بالغاز، رانا نعديه بالليسيتير، ما نعديوش بالقوارير كما في الوضعية هذه. ما رعنا إلا السيد وزير النقل يلغي المذكرة عدد 19 باش الناس كل تنحي الانسلاسيون نتاع الغاز وتمشي تعدي، وتعرفوا المضي على الوقت، وتعرفوا النهار قبل ونهار من بعد، وتعرفوا اللي الدولة ماهيش تورد في معدات الغاز البترولي السائل من 2005، والمراسلة ديجا بعثتها للناس الكل، معناتها 17 سنة ولا 18 سنة والدولة ماهيش قاعدة تورد في معدات الغاز البترولي السائل. اون بليس كو سا قلنا لهم يا خويا اجلوا الموضوع شوية، السيد الوزير ما تجيش انت في بين عشية وضحاها تعمل مذكرة توقفها وما حضرت لها حتى شيء. المفروض نحضروا لها، راسلنا وزارة الصناعة وكانت متفاهمة وزارة الصناعة، وباش نشرعوا في اجتماعات ان شاء الله الجمعة هذه وباش نعملوا لي سيتير نومولوجي، واحنا رانا مع اللي مع الدولة مع سيادة الرئيس مع الأخين الكل اللي الناس اللي تحب تخدم باللي سيتير نومولوجي. هومولوجي ما نحبوش، وراهو لي سيتيرن اللي قاعدين راكبين عندنا احنا توا اكتيلمون راهم زيرو ديغا، نخدم بالغاز 30 سنه صفر ديغا، امشي للحمايه تلقى صفر ديغا، ماناش نخدموا بالدبابس بالقوارير اللي هما السيد الوزير ماشي في باله. كيف راهو احنا هنا اون بليس كو سا زاد قلنا للناس الكل راهو الناس تستخدم على رواحها، ثم كارت انجليزيات مفكوكه، ثم ناس ما تعديش امتحانات، عندنا ارتباطات مع مواطنين، مع ناس، مع اذا كان احنا ما تعديش فيزيتا ما تعديش امتحان. هذا هو الاشكال اللي قايم في ان شاء الله. احنا السيد الوزير قلنا له باش نوضحوا له نفسروا له، راهو السيد الوزير ايش عمل؟ عمل الخطا فردي والعقوبه جماعيه، عاقب الناس الكل، وهذا ما يصيرش. هذا اللي عندهم دي سيتيرن مريقلين وكل شيء خليهم يعدي، واللي عنده قرار ان شاء الله تتصور الوضعيه. اون بليس راهم عندهم الحق هذا اللي يخدموا بالدبابس، على خاطر انت ما وفرت لهمش لا قطاع غيار، وما وفرت لهمش محطات، وما وفرت حتى شيء، ما ثماش ما لقيناش حتى حل جذري. ولكن كل الناس كل جات مشكورين لخيان من اقصى الجنوب، من بيجردان وصلوا، من صفاقس، من نابل، من قروان الكل، واليوم يدافعوا. رانا ماناش رانا مع الدوله في الغاز البترولي المدعم، ما نخدموش بالمدعم، نخدموا ب 900 واش الليترة. معناتها هنا هذا اللي حبينا نوصلوه، وماذا بينا الدوله تورد، وثم راهو معمل في المستير هو يصنع لي سيتيرن هذوما ويصدر فيهم، واحنا هنا ما مازلنا. وقلنا حتى لي سيتيرن اللي عندنا نعملوا لهم لزوم للسونتر ديكسبرتيز، ونعملوا لهم اختبارات وخلينا نستخدم، ما تعرفوش العباد، راهو تعطيل كبير برشا. راهو الغاز، وتعرفوا الغاز هو طاقة المستقبل، اللي الغاز هو في البرة في الخارج، الكارت غريز بلاش ولا السيرونس بلاش، ثم يعملوا الجور دو بيك دو بوليسيون، الناس تمشي تتكر تكرهب وكله ما تمشيش. اللي يخدم سيارة غاز ويمشي بسيارة غاز عنده الحق يشارك الفاكر الجور هذاك، معناتها راهو الغاز هو اللي هو زيرو سي او. راهو معناتها احنا كيف كيف الفينيات نتاع الغاز البترولي سال، اللي الاخوه بون الداخليه تو والله متفاهمين، والناس الكل متفاهمه الوضع ومتفاهمين الناس الكل، واذا كان احنا ان شاء الله اليوم نلقاو حل. هذا هو، احنا جينا الناس الكل ما نحبوش نتعطلوا، جينا من بعيد، جينا مصبحين في معناتها ما عادش قرار خذاوه ما استندوا حتى لشيء. معناتها قرار ما نعرفوش شو مرجعهم، المرجع احنا وزاره النقل تو من الثورة لهنا هي تمدد لنا وحدها،
علاش توا بين عشيه وضحاها تصلي مذكره اللي هي مذكره صحيحه. جيب لي ماتريال، جيب لي سيتار هومولوجي، اعمل لنا عملنا اختبار للسيتيرنات اللي عندنا تو وخلينا نستخدم على روحها. هذا ان شاء الله السيد وزير الزقه ان شاء الله يسمعنا، وان شاء الله نحبوا الفنيين يفهمونا والناس تفهمنا، راهو مش ماشيين في بالهم اللي احنا نخدموا بل يحبوا ينحوا الدبوزه اللي هي القاروره، راهي الدبوزه احنا ما نخدموش بها. والحاجه الثانيه راهو يلزمك تلقى حل، لكن الناس اللي تخدم بالقوارير الاخوه التاكسيات وغيرهم يلزمك توفر المحطات، يلزمك توالي من السعر، يلزمك واعطيناهم برشا حلول، بعثنا لهم الحلول اللي يلزمها تصير. للاسف وزاره النقل احنا اليوم ان شاء الله ان شاء الله نخرج بحل. هذا ما لدينا، وان شاء الله كما قلت ان شاء الله نخرج بحل، وان شاء الله ربي ان شاء الله يسمعونا في الاخر. اليوم واضح هذا، اذا المطالب اليوم البيرمي تبدل، معناتها تحصل عليه طريقه تحصل عليه بيان ايفيدامون، فما جديد بالنسبه للسلامه المروريه، لانه يعني هذا هو الموضوع معناتها في الاخر. المره اللي فاتت السلامه المروريه، شوف احنا من اللي طبق الامر 510 في جويليا 2022 لليوم، انتم تعرفوا الناس كل تعرف، وانا قلت قبل ومش نعاودها استوانه يا بيدها، راي تو داكسيدو مورتيل راي زيد، هذا على غلب زاد في بارتي من وزاره النقل، ما لقينا حتى اجراءات اللي اتخذتها الاداره العامه ولا لوزاره النقل والا السلطات المعنيه. احنا مدينا يدينا قلنا لهم اعطينا من الحلول، للاسف قاعد في بلاصتنا ومازال انا قلت انت وسيم معايا وش قلت لك وقلت قبل في برشا منابر اعلاميه وشد فيها ربي يلطف بينا ويلطف بعائلاتنا وبصغيراتنا وببلادنا، راهو تو داكسيدون باش تطلع وكي تشوف قاعد انت ديرنيرمون اليوم صار اكسيدون، البارح كيف امس كيف وشوف انت علاش لي زاكسيدون اللي يصيروا. للاسف ما لقينا حتى اجراء خذاته وزارة النقل، للأسف نتأسفوا على الأخر زاد. حتى إجراء ما لقينا الملفات اللي عطيناهم والدوسيات اللي وصلناهم وملفات الفساد اللي عطيناهم لهم. شكرا للنيابة العمومية في بعض الجهات اللي هي دخلت وقاعدة تتراتي، مي كوزارة النقل وكإدارة خريطة تدقيق وكإدارة مراقبة وك الكل وكسلام، ما فما حتى تدخل سايبني بركة كهو سامحني، ما شفنا شيء في الوزارة هذه، ما شفنا حتى ما قدمنا حتى للسلامه المروريه. قاعدين في النهار كنا نعملوا في اربعه موتة في النهار، تولينا نوصل سبعه وصلنا 10، وصلنا في ان سيرتان مون 15 في النهار. هذا كودي هذا. ما فما حتى حلول جذريه. ما فماش. ما راهو شوف راهو السيد الوزير املى بلاصتك، السيد الوزير خذ قراراتك الجريئه، السيد الوزير راهو يلزمك تعمل استراتيجيه، راهي وزاره النقل وزاره هامه برشا في دواليب الدولة، في الدولة، في رأي في السلامة المرورية، خذ إجراءات، خذ في رخصة السياقة، خذ إجراءات في تجديدها، خذ إجراءات في الرسلة، خذ في مراقبة الامتحانات. قلنا له عليهم وقعدنا وكملنا وبعثنا وما خلينا شنو نعملوا، قعدنا قص على الغاز، قص على البتروا، قص معناتها يعمل لك مذكرة يقص فيها على العباد، معناتها نزيدوا نتعطلوا. احنا يا اخي احنا نحبوا نطلع نجيو من فاقس ومن بنقردان نوصلوا لهنا وبايزين مصبحين باش على خاطر على مذكره اللي هي موجوده ونعملوا بها، والدوله هاي نعطيك وسيم خويا، نعطيك مراسلات، نعطيك اجوبه نتاع وزاره الصحه، قالت لك ما عندي ما نجيبش ما نوردش، بيش قاعد نورد من 2005. ما ان شاء الله السيد رئيس الدوله ياخذ يشوف عمان سوكي باري اللي احنا هنا وصلنا صوتنا اترافير كما اترافير برشا مسائل اعلام اخرى. ان شاء الله ياخذوا القرارات اللازمه، احنا مدينين احنا رانا ضد الحاجه اللي هي غير قانونيه. معناتها هنا ضد ما نعرفش انا لقينا روحنا في انترسكسيون نغردوا خارج سربوا حدنا. ثم حتى اجراء سمعتي باجراء صار جديد في رخصه سياق، حتى اجراء جديد. كيما تجرب فما قانون تخلق راه تخلق زي بالعكس زي مش باهي، نصلحوا احنا نصلحوا ماهوش راه كان القران اللي يصلح اللي ما يصلحش، اما كل شيء مش منزل هو نصلحوا احنا شفنا دي لاكيون دي ديفو فيه قانون 2009 البيرمي بوان زي يخدم ما يخدمش، الرخص السياقه اللي توا الجمعه هذه اخر اجل ولا راس العام هذا اخر اجل نتاع من 17 سنه فوق، ما فما حتى شيء نتراوحوا في بلاصتنا.
معناتها نقلبوا على روحنا اذا كان خالي نصلح في منظومه رخص السياقه، مش قاعد حتى يتصلح، حتى ما يتصلح، كره الشروط مكبله للمينين، حتى اجرام خلينها للمينين، كراهب ناس تشعلت، الناس كراهبه على الليزينغ، ما لقينا حتى حاجه اللي تبشر بخير. قطاع ما تلفت له حتى حد اللي هو راه يساهم برشا في نسبه حوادث في السلامه المروريه وفي حوادث الطرقات وفي في النقل بصفه عامه. الله غالب ما لزمه للاسف. ما نعرفش صيحة فزاع هذه انا نعاودها ونقولها ونتكلم ونعمل ونعمل، لا كله من الاوراق اللي نحكي لها راهو انا نقول راهي الدوله مش على الاقل انت وزير جيت شوف شنو صاير قبل، شوف المذكره نتاع شنو هي، شوف علاش الغاز اللي سيتر رومولوجي ما فماش، شوف شنو هي هيك الحاجه علاش ما صارتش، عيط للناس اهل الذكر والناس اللي تعرف وثم ناس باهين ويعرفوا واش قاعدين يخدموا واش قاعد يصير في الوزاره، ثم حتى يكتب لك مذكره وقف الناس كل، وقف لي زوتويكول، وقف التاكسيات، وقف كل شيء، وقف يا اخي يا اخي دابوس الغاز ولا شكون يستعمل فيها؟ يستعمل فيها الناس كل، الناس كل، احنا ما نستعملوش، احنا انا 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 مانيش بور القوارير، لكن يلزمك كي تنحيها له واعمل له حل، اعطيه البديل، اعطيه حاجه جيب له ورد له، راه يستعمل فيها الحماص، يستعمل فيها المدجنه، يستعمل فيها الريستوران، يستعمل فيها الامني، يستعمل فيها الناس كل، الكل. للاسف ربي ان شاء الله احنا جريها صلاح واحنا ديما ناس ماشيين جايين ونضيعوا في اوقاتنا في حوايج اللي ما لها معنى، بجرد قلم بتليفون بحاجه سهل مهمه، سهل للناس، سهل للناس، نحطوا قدامنا في عينينا السلامه المروريه وسهلها يا خويا للعباد. احنا ماناش ضد، رانا ضد الفوضى، ضد المدعم، ضد هكا ضد هكا، لكن هات البديل، وفر المحطات، ثم جهات ما فيهاش وكيوسكات جمله. جمله ما فيها حتى كيوسك، تحبوا يعمل انت. هذا هو ان شاء الله باش يعيطونا ان شاء الله بعد شويه، ان شاء الله يسمعني وان شاء الله يسمعونا وان شاء الله انتم زاد بارك الله فيكم كاعلاميين قاعدين وين ما نطلبوكم تدزوا معنا وتدزوا مع الحق وتدزوا مع اللي لازم يصير، هذاك هو. وكان احنا غالطين ما تدعوناش وما تجيبوناش. فما الموضوع زاد نتاع تكلمنا عليه في الفتره الاخرى، زاد موضوع سان ستيغماتيزاسيون، ولكن موضوع الدراجات الناريه، لانه معناتها في الاحصائيات يقولوا انه معناتها المال اللي فات حتى دخل معنا عن سي مراد على المرصد الوطني للسلامه، المرصد الوطني للسلامه اي معناتها على حكايه البيرمي نتاع الدراجات الناريه اللي باش تبدل. شوف شوف للتوضيح للتوضيح الفصل 53 في الامر عدد 510 هذا اللي صدر في جويليا باش يقول اعطاء الاجل الاقصى من 31 ديسمبر 2021 اكثر من 40 سنه، هذا يتعدى واضح. ومن 31 ديسمبر 2022 من 26 سنه حتى ل 40 سنه، هذا يتعدى زاد. مازالوا الشريحه نتاع 16 سنه لل 25 سنه حتى ل 31 ديسمبر 2023، هذا هو. معناتها هو تقسم على ثلاث سنين، عملوهم من ال 40 والاخرين 26 ل 40 ومن 16 سنه ل 25 سنه. هذا كيفاش؟ وبداوا بالكبار وهما هابطين. ديسمبر 21 الكبار وانت ماشي وال 22 حتى ال 40 وديسمبر هذا حتى لل 25، ترى ما عملش حد ترمي، حتى واحد ما عملش ترمي. حتى حد. فماش ترمي حتى حد. احنا كمنظمه نسالوا ما جانا حتى واحد تقدم قال باش نعمل رخصه سياقه نتاع موتور. حتى حد. ما انت قوانين عندنا حزمه حقبه من القوانين لكن ما تتفعلش، مش مفعله جمله. ماهيش مفعله. ما تتفعلش ماهيش مفعله. مش الفائده، شوف فائدتنا منها هي القوانين. راهو عندنا قوانين تردع وقوانين باهيه وقوانين هيك وقوانين، ما للاسف ما قاعد يطبق حتى شيء. البيرمي بوان من 2009 ولا صدر فيه وما فهم حتى شيء. حتى شيء. كي هو الكود احنا من حين واش قانون الطرقات في خرجت في 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 مارس 2021 31 مارس في مسافه الامان ما تظن ما طبقتش لتو واسيس ولا تو هي نحكوا فيها تو فتروال تو متحينت كي مازلنا مؤخرين تالي من السنه اش فكرنا اش عملنا بلي اش عملنا في الـ في الـ في السيارات الابوات اوتوماتيك اش عملنا فيهم والسيارات الالكتريك هاو 2020 مازال ولا مازال اش خممنا تي احنا مازلنا نتراوحوا 100 سنه تالي ورجعنا تو 200 سنه تالي اش عملنا؟ ما عملنا حتى شيء.
ما قدمنا حتى شيء، ما عندنا حتى رؤية، ما فهم حتى شيء. العالم تطور، الناس تطورت، لي بوات اوتوماتيك تو بارتو، تجيب كهرباء من الخارج تلقى بوات اوتوماتيك، وتو ماشيين الكتريك وباش تنحاك وباش تنحاك وباش تنحاك، شو اللي ما عملنا حتى شيء راهو قاعدين في بلاصتنا احنا. في بلاصتنا لا قدمنا في رخصة السياقة ولا عملنا في شيء، هذه الشهادة نتاع الفيمو يعملوا فيها في فرنسا وتعاون الناس عملوا ليكستونسيون في الخارج اللي هي تعاون بالباهي معناتها تمشي تولي تخدم سميد يجيبوا فيها من المغرب. احنا وقفنا معناتها الوزير يجي يوصي خوه وين السيد الرئيس بالله يحلوا كيف يقولوا حلوا كيف في الحوايج في هذوما الكل. تعطينا ملفات فساد، تعطينا ملفات فساد في بيرميات مشات ما حدش يفهم. شكرا للنيابه العموميه اللي في سوسه تو قاعد تحركت هي ثم اللي تشد في الحبس واللي تشد في هيك واللي تشد في هيك. اللي كان مش النيابه العموميه ما حتى بالملفات اللي عطيناها ما حبوش ما حتى يفهم. سيب لي برك، علاش سيب لي برك؟ علاش سيب لي برك؟ علاش؟ وتعطل العباد، علاش تو الاجراء اللي واخذينه تو في الغاز بتوليستات؟ تي الغاز بلاش، الغاز رخيص، الغاز موجود، الغاز زيرو سيو، الغاز زيرو ريسك. الناس برا في الخارج يشجعوا عليه، يشجعوا يعطيك اشتروا الكارت غريز، ويعطيك اشتروا الدرشنية، ويعطيك الاسيرونس بلاش، يا اخوي غير ركب غاز. واحنا هنا نقاسيو فيه، شو تنحي؟ يا اخي رخيص احنا ليسونس نتاعنا، واش رخيص؟ وراهم مركبين بسيفون لي ريغل دولار وعند ناس ماجري وعند ماكا وعند ماكا. مانيش باش نحكي على القانون الصادر في الجي ان سي، هذا الغاز ناتوريل كومبريمي، هذا 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 ارخص واحسن واسهل وبلاش فلوس وما مشاوش فيه. قلنا لهم خلينا في الجي بي ال اللي هو غاز هذا اللي كيفيه ليكيد معناتها غاز البترول السائل. يا سيدي نقعد حتى غادي سم اللي فيه 200 بار والاخر فيه 600 بار. ليه هذا ما ثم لقينا حتى شيء، ما ثم حتى شيء. نجري ونسعى واحنا كهيكل وكمنظمه وكمينين ونسعى باش نتحركوا ونسعى باش نجري ونصلحوا وهاي نقترحوا هاي الفكره هاي تربحك برشا. مالوريزمون للاسف للاسف ما ثم حتى خطوه لقدام. اللي يزيد اللي يجي يخسر عليك تقعد الناس مطيشه تو قدام الوزاره والعباد نقعد في كونفرونتاسيون احنا والاخوه الامنيين وبارك الله فيهم مشكورين واحنا واقفين بون احنا لي زوتيكول احنا راهو معناتها ديما نمشي دون لي ريغل دولار ديما نخدموا خدمه صحيحه ما نسهلوا الامور للامنيين قاعدين واقفين الناس الكل في الصينيه الله يبارك لنا زاد كيف كيف عاونونا الاخوه الامنيين ينجم يوقفك يقول لك خلص الغاز كيفاش نخلص غاز انت انت بكرهبه وانا بكرهبه انا خلص بفينيت اللي تخلص فينيت تبارك معقول تو هذا كيفاش نخلص على حاجه مش موجوده كيفاش نخلص على حاجه اللي هي ما وردتهاليش الدوله كل هذا موضوع يتطرح وقاعدين احنا نطرحوا فيه. المفروض الوزارات المعنيه بالامر هي تتحرك مش طايش لي كوره ابعث لي مراسل سيد وزير النقل يقول لك لا موضوع ما يهمنيش وزاره الصناعه شو ما يهمكش انا 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 من منظوريك انا انا تابعك انا ناخذ في الاجازه من عندك انا ناخذ في بطاقه الاستغلال من عندك انا ناخذ فيها من عندك وانا تعطيني تو قداش من عام تعطيني في في مذكره اللي هي ترجي فيها توخر فيها هكا وتو تجي تقول لي لا ولا ومشي وزاره الصناعه مشي وزاره الصناعه قالت لك خليك الناس كل من داخله في الموضوع النقل هي 70% من المشكل. واضح جدا وقفة احتجاجية إذا ضرب اليوم كما كنا نقولوا دونك من تنظيمكم وباش يتفاعلوا معكم بعد شوية حسب ما فهمنا. شكرا لك سي عمرو الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية على تفاعلكم. بالله 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 حاجة ما يسالش إذا كانت تتصلون بتكون بالوزارة ولا خليني واضح إذا كان الكلام اللي أنا نحكي فيه خلي يقول ويحكي يقول راهو صار وصار وراهو السيد غلط واضح واضح سي عمر الفتوي نحاولوا احنا اتصلوا به المشكل قعد كان دقيقه ونص في عمر البرنامج لحلقه اليوم اوتوكا اللي باش نمشيو فيها مع فقره سؤال مشروع من الغربي. شكرا لك سي عمر من الغربي كلمه ليك. صباح النور وسيم واهلا وسهلا بالياسم وفينا الكل نمشيو.